مساء الخير الجميع. اليوم حنحكي عن الموديل ايفالويشن اناليسيس اند ايفالويشن في كلاسيفايرز بيرفورمانس اند مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. اللي بدنا نوصل له اليوم انه احنا اخذنا مجموعه من الكلاسيفايرز او المودلز. لو بدي اعمل ايفالويشن او بدي اعرف اي موديل اختاره او اي كلاسيفاير اللي اختاره، اللي لازم يكون عندي ايفالويشن واضح بناء عليه احدد مين كلاسيفاير احسن من الثاني. الاكيوريسي اللي كنا نحسب عليها او المين سكوير ايرور احيانا مش كافيه اني اميز مين كلاسيفاير افضل من الثاني، وهسه راح نشوف ليش. فاللي حنحكي فيه اليوم اللي هو كلاسيفيكيشن اكيوريسي، يعني هاي بس ما فيش فيها مراجعه بس لل 01 كلوس. حنحكي بعدين على الترو بوزيتيف ترو نيجاتيف فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف، يمكن مروا معكم قبل. حنحكي عن الكونفيوجن ماتريكس، حنحكي عن بعض هاي المصطلحات المهمه نركز مع واحد ما يخربش فيها، اللي هي السنسيتيفيتي سبيسيفيتي والبريسيجن والار او سي والاي او سي. حنحكي بعدين عن الاف 1 سكور والماثيو كورليشن. اخر شيء حنحكي عن المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، كيف بدي اعمل لهم ايفالويشن او كيف بدي استخدم الكونفيوجن ماتريكس تبعتهم. طبعا في هنا فور مور ريفرنسز، في واحد من الكتب يعني ممكن موجود اظن على الانترنت، انتروداكشن تو ماشين ليرنينج وذ بايثون تشابتر 5 صفحه 275، في ديتيلز كثير هناك عن الموديل ايفالويشن للي يعني بيحب يشوف امبلمنتيشن بايثون كود او تفاصيل اكثر او يفهم بعض النقاط، ممكن يرجع ريفرنس للكتاب. طيب احنا اخذنا قبل اللوس اللي انا بحسب لوس للداتا، يعني هنا او المين سكوير ايرور او هذه الافرج لوس لو واحد على ان اللي هي المين او الافرج، وهنا لوس واحد ناقص الديفرنس لامدا الفرق بين البريدكتد وبين الاكتوال ليبل. فهنا اذا عندي الاكتوال ليبل البريدكتد واحد والاكتوال ليبل واحد يعني صحيح، فراح تعطيني واحد ناقص واحد صفر، واللامدا للصفر راح تعطيني واحد، وحيكون عندي واحد ناقص واحد صفر، فبالتالي هاي واحد. لو هذولا ترو يعني انه واحد وهاي واحد، فبالتالي الناتج حيكون صفر، لامدا صفر راح تكون واحد، وواحد ناقص واحد صفر، فهذا اللص راح يكون صفر. بينما لو كانوا مختلفين راح يعطيني ايش؟ واحد، عفوا راح يعطيني صفر لو كانوا مختلفين. لو كانت واحد ناقص صفر مثلا اختلاف في الكلاسز فحيعطيني صفر، وحيكون عندي واحد ناقص صفر تساوي صفر، واحد ناقص صفر تساوي واحد، فانا بيكون اللص عندي واحد، وبالاخر بوجد المين الهم. هذه مرت معنا قبل، لكن هل هي كافيه؟ أنا بحكي لي for each test point the loss is either 0-1 whether the prediction is correct or incorrect. Average over data and data point loss is misclassification rate. عندي هنا misclassification rate estimate the probability that point is incorrectly classified. بينما الاكيوريسي بتحسب لي قديش الكلاسيفاير تبعي او اللي عندي عمل لي كوركتلي كلاسيفايد للداتا. فانا عندي الاكيوريسي هي واحد ناقص مس كلاسيفيكيشن ريت. طيب الان بحكي لي هذا احيانا بيكون ما إلها معنى، يعني انا احيانا ما بدي اكتفي بالاكيوريسي هاي، انه اذا عندي الكلاسز ار امبالانسد اور سكيود. كيف يعني امبالانسد؟ خليني اشوف انا مثلا مثال. عندي داتا اللي هي نسميها نوبول هاي، يعني داتا من تو كلاسز، كلاس صفر وكلاس واحد اللي هي نوبول ونوت انوبول، هاي نوبول والثاني نوت انوبول. هنا مثلا الداتا ست هان اللي بتيجي عندي ممكن يكون التوتال داتا ست اللي عندي هي 315. بحكي لي في الداتا هاي نسميها امبالانس داتا ست، ليش؟ بحكي لي 300 منهم من كلاس واحد و15 من كلاس صفر. فهنا هذا الكلاس ليبل امبالانس، هاي 300 وهاي 15. فلو اجي عندي كلاسيفاير اعطاني بشكل عشوائي او بشكل غير عشوائي اعطاني كل الداتا انها نط انها اعطاني اياها من كلاس واحد،
تمام. لو اجى عندي كلاس فاير اعطاني من كل الداتا من كلاس واحد، شو بصير هنا عندي الاكيرسي؟ الاكيرسي عندي هنا بصير اللي هي 300. طبعا هم 300 هم فعلا هم كلاس واحد. شو الايرور هنا بيكون عندي؟ لو هو 15 بس، عندي 15 من كلاس صفر صنفهم على انهم من كلاس واحد. فانا لما بدي اجي احسب الاكيرسي اللي هو هيكون عندي 300 على 15 هتكون الاكيرسي 95%. والموديل انا حكي زي ما حكينا، احنا جبت حيالة موديل او مش موديل، انا بس مجرد اعطيت الكل انه من كلاس واحد واعطاني اكيرسي قديش 95%، بينما هو هذا مش موديل او موديل مش 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 صحيح. هنا using accuracy performance matrix we can say that the model is very accurate but it is not useful or valuable in fact. يعني فعليا هذه ما اعطتني انطباع حقيقي انه الموديل عندي اعطاني نتائج حقيقية ولا لا. فهنا عندي مثلا total points 315 assuming other balls are، هنا بحكي لي no ball label اللي هو الكلاس صفر نسبتهم 4% و not a ball label اللي هي كلاس واحد نسبته 95% واثنين أربعة. فبالتالي هنا أعطاني الأكيرسي 95% والإيرور أعطاني يا اللي هو واحد ناقص اللي هو ما تبقى، يعني تقريبا 4 something. فهان أني أستخدم هاي الأكيرسي حتى أقيم المودلز مش دائما بتكون كافية. طيب هنا باينري كلاسيفيكيشن، فبالتالي انا هنا بدي اروح لشيء اسمه بدي اروح للكونفيوجن ماتريكس. كونفيوجن ماتريكس منها بطلع تفاصيل وبيانات اكثر للداتا اللي عندي وبقدر اقيم بناء عليها، بحيث لو اجتني داتا زي هاي او امبالانس كلاس ليفل بقدر ستيل انا بامكاني اعطي تقييم حقيقي للموديل بناء على اعتبارات ثانيه مش بس بناء على الكوركتلي والكوركت كلاس ليفلز. هنا حنجي على مفاهيم رئيسية اللي هي التي بي اللي هي ترو بوزيتيف، وعلى الترو نيجاتيف والترو والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف. هنا عندي ترو بوزيتيف اللي هم ترو وبوزيتيف، انه الكلاس واحد بنفترض انه كلاس صفر هو نيجاتيف وكلاس واحد افترض انه بوزيتيف. فلما يعطيني الترو بوزيتيف اللي هو الكلاس اللي او البريدكشن من كلاس واحد وتم تصنيفه على انه كلاس واحد، فبالتالي هنا ترو بوزيتيف. عند الترو نيجاتيف اللي هو الداتا اللي من كلاس صفر وتم تصنيفه على انها من كلاس صفر، فهنا ترو نيجاتيف. وعندي الفولس بوزيتيف اللي هو داتا الموديل اعطاني انها من كلاس واحد انها بوزيتيف، بينما هي فولس، هي مش بوزيتيف هي نيجاتيف. وعندي الفولس نيجاتيف اللي هي الداتا اللي اعطاني اياها الموديل انها من كلاس صفر انها نيجاتيف، وحقيقه هي مش نيجاتيف هي بوزيتيف، فبنسميها فولس نيجاتيف. فهنا لو بدي هنا عم اعطيني مثال ثاني نفس الداتا بحكي لي لو بدي افترض انه الموديل انه في موديل عمل بريدكت للداتا اعطاني 10 من كلاس صفر، تمام، عمل لي البريدكشن حكى لي انه 10 من كلاس صفر من ال 10 هذول 8 صحيحات واثنين خاطئات. فبالتالي انا هذا الموديل ايش اعطاني؟ اعطاني 305 من كلاس واحد وكلاس صفر اعطاني عليه 10. طبعا في نسبه ايرور، هنا بحكي لي في نسبه ايرور بالجهتين. انا بدي اجي اطلع الترو نيجاتيف اول شيء، خلينا نشوف انا هلا ايش حكى لي. 8 كوركت، يعني من النيجاتيف هذول في 8 منهم كوركت، هذول بنسميهم الترو نيجاتيف. ايوه هذول ترو نيجاتيف 8، تمام. اذا الاثنين هذول الخطا ايش هم بسميهم؟ بسميهم فولس نيجاتيف، انه صنف لي اياهم انهم نيجاتيف هم مش نيجاتيف، فهذول بصنفهم تحت الفولس نيجاتيف. طيب قديش ضل عندي من الداتا؟ ضل عندي 305. ال 305 انا بعرف انه من مجموع الداتا كلها في عندي 15 من كلاس صفر. 15 من كلاس صفر، هو كم واحد طلع لي من كلاس صفر؟ 8.
طلع عليهم صحيحات، معلش قديش في عندي صحيحات بس صنفهم غلط، انه هو سبعه. في عندي هنا سبعه فولس بوزيتيف، اعطاني اياهم انهم من كلاس واحد بينما هم من كلاس صفر. وما تبقى من الداتا اللي هو ترو بوزيتيف اللي هم 298 عينه. طيب وبالتالي انا الكونفيجن ماتريكس راح امثلها زي بالشكل التالي، انه حيكون عندي اللي حيكون عندي الاثنين باثنين، اذا عندي عدد الكلاس اثنين فبالتالي حيكون عندي الماتريكس هي اثنين في اثنين، اللي هو عندي تو روز وتو كولومز. الاعمده بيمثلوا لي الاكتوال ليبلز، والاسطر بيمثلوا لي البريدكتد ليبلز او البريدكتد داتا. هنا بمثل الترو بوزيتيف، هان يعني عندي السطر هذا راح يكون للبوزيتيف والسطر اللي تحت راح يكون للنيجاتيف. هنا عندي الترو بوزيتيف وجنبها الفولس بوزيتيف وتحت الفولس نيجاتيف، وهنا راح اعبر عن الترو نيجاتيف. فانا دائما عاده لما اشوف الكونفيوجن ماتريكس هاي اول شغله بطلع عليها، او بدي احسب الاكيرسي بشكل سريع باجي بطلع الترو. انا عندي اجي طلعت معي نتائج باجي بشوف قديش قيمه الترو بوزيتيف وقديش قيمه الترو نيجاتيف وبقسمهم على الداتا كلها على عدد السامبلز كلها بيعطيني الاكيرس اللي عندي. والكلاس والايرور طبعا راح اخذ الفولس زائد الفولس على الداتا كلها راح يعطيني قديش نسبه الايرور اللي عندي. على سبيل المثال هنا لو اجاني هنا مثلا عندي ديزيز ديدكشن داتا تنبأ بالمرض، اجي حكى لي عملت رن للموديل وطلعت لي طلع لي هاي النتائج، حكى لي عندك ترو بوزيتيف 100 عينه تم تصنيفهم على انهم امراض وهم امراض، وعندك هنا الترو نيجاتيف عندك 50 عينه تم تصنيفهم على انهم مش امراض وهم فعلا مش امراض. وهنا عندي الاخطاء، عندي الاخطاء هنا اللي هو فولس بوزيتيف في 10 صنفهم على انهم عندهم مرض هم مش امراض، وهنا في 5 صنفهم انهم مش انهم مش امراض وهم امراض. هنا بحكي لي ال اوت اوف 105 عدد الداتا كلها 165، في عندي البريدكتد يس 110 اند نو 55 عينه اللي بريدكتد يس. هنا هذول هذا هو السطر للبوزيتيف او للكلاس واحد او للكلاس يس، والكلاس اللي تحته هو للكلاس صفر او كلاس تو. ان رياليتي 105 اليس هي 105 مرات اند نو 60 تايم. هنا حكينا الاسطر للبريدكتد، فهنا عدد البريدكتد انهم مصابين 110 وعدد البريدكتد انهم مش مصابين 55. طب مين فعلا المصابين؟ المصابين هم عددهم 150. كيف عرفت انهم 150؟ مو هنا حكى هذول ترو تمام، الموديل حكى لي عنهم ترو. انا من بعد ما عملت الرننج وبريدكشن وطلعت النتائج وقارنت النتائج بال بعد ما اقارن النتائج الواي بريدكتد بالاكتوال ليبل باجي بطلع الكونفيجن ماتريكس بشوف كم واحد عندي ترو وكم واحد فولس. فهان حكى لي انا بحكي لي اللي هم عدد الحقيقي 150، كيف 150؟ لانه هذول ترو بوزيتيف فهم الحقيقيين، هذول فولس نيجاتيف، الفولس نيجاتيف هم الاصل ايش يكونوا؟ الاصل يكونوا بوزيتيف، وحكى لي عنه انه هذا فولس. فبالتالي ما هوش نيجاتيف هو بوزيتيف، فحتى اوجد عدد البوزيتيف الحقيقي بجمع العمود هذا. وهان نفس الشيء هنا عندي الترو نيجاتيف تمام اللي هم كلاس صفر، وهان عندي فولس بوزيتيف، فولس بوزيتيف هذه فولس، فبالتالي هي فعليا هي مش بوزيتيف هي نيجاتيف. قديش عددهم؟ 10. فانا حتى اطلع عدد النيجاتيف الحقيقي باجي بحكي بطلع على عمود النيجاتيف بحكي هنا عندي الاكتوال داتا 60. طيب هنا مثال ثاني نفس الشيء، المثال اللي اخذناه قبل شوي اللي هو نوبول، اللي هنا حكى لي انه عندي 8، عندي 8 عملهم كوركتلي واثنين مش كوركت، حكينا بيظل 7 من النيجاتيف بيظل 298 اللي ترو بوزيتيف لو عبرت عنهم بالكونفيجن ماتريكس. طيب هنا بنيجي بعض
يعني بعد ما اطلع الكونفيجن ماتريكس في مجموعه من المعادلات اللي بدي احسبها حتى اطلع الاكيرسي، وبدي استخدمهم كلهم يعني ما بكتفي بواحد منهم بس. يعني هنا عندي من الكونفيجن ماتريكس هاي اول شيء بطلع الاكيرسي، بعدين ممكن اطلع لو احتجت المس كلاسيفيكيشن ريس بطلع المس كلاسيفيكيشن ريس، هم طبعا هذول عكس بعض. فانا اذا طلعت كونفيجن ماتريكس مباشره باجي بحسب الاكيرسي، الاكيرسي اللي هي ايش حكينا، هذا الداتا على العدد الكلي للسامبلز اللي هم الترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف على التوتال سامبلز، التوتال سامبلز اللي هم بي زائد ان اللي هم ايش البي زائد ان هاي وهاي، البي هاي عدد الاكتوال بوزيتيف وهنا عدد الاكتوال نيجاتيفز، مجموعهم حيعطيني التوتال داتا سامبل. المس كلاسيفيكيشن هي واحد ناقص الاكيوريسي، او باجي بحكي هاي الداتا هذول الاحمر على عدد المجموع الداتا الكلي راح يعطيني المس كلاسيفيكيشن ريت. طيب اذا هنا في عندي تمام الاكيوريسي المس كلاسيفيكيشن واضحه. في شغلات الان بركز عليها اللي هي السنسيتيفيتي، وبرضه بنسميها ريكول، وبرضه بنسميها ترو بوزيتيف ريت. فهنا بديش اخربش فيها. سنسيتيفيتي لما نحكي لي سنسيتيفيتي لنفسها لما نحكي لي ريكول، واحيانا حتشوفوا في بعض البيبرات وبعض الارتكلز مره بكتب عليها سنسيتيفيتي ومره سنسيتيفيتي ومره بكتب ريكول، فهم نفس الشيء. السنسيتيفيتي شو السنسيتيفيتي شو اللي بقصد فيها؟ اللي هي الترو بوزيتيف ريت، اللي هي هاو اوفن داز ات بريدكت بوزيتيف when it is actually positive. معادلتها حتكون زي هيك، انه انا بدي اطلع كمان مره قديش بتعمل لي بريدكت لبوزيتيف من الداتا اللي هي فعليا بوزيتيف، او بمعنى ثاني ميجر هاو ماني اوف ذا بوزيتيف سامبلز ار كابتشرد باي ذا بوزيتيف بريدكشنز. فانا شو بدي افحصه من البوزيتيف سامبلز هذول كاملين، هذول هم البوزيتيف سامبلز، قديش فعليا طلع لي منهم البريدكشن، قديش طلع لي منهم بوزيتيف. نفترض انه عندي داتا، عندي 150 واحد داتا او عيني بوزيتيف، الكلاسيفاير تبعي طلع لي 130، فانا هاي السنسيتيفيتي بتبدا تحسب لي قديش من ال 150 انا طلعت بريدكشن. المعادله تاعتها اللي هي الترو بوزيتيف اللي هي هاي على المجموع كله على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف، الفولس نيجاتيف اللي هي بالاصل بوزيتيف. فهنا حتى اطلع هاو ماني اوف ذا بوزيتيف سامبلز ار كابتشرد باي بوزيتيف بريدكشنز، يعني وقديش من مجموع التوتال هذول من المجموع هذا كله البوزيتيف، قديش نسبه البوزيتيف اللي طلع عليها من الكلاسيفاير اللي هم هاي ترو بوزيتيف على المجموع كله، هذا راح يعطيني السنسيتيفيتي. طيب عندي السبيسيفيسيتي مرادف لها هنا، ها نركز فيها قبل ما نكمل في الباقيات، بدي اجي مباشره على السبيسيفيسيتي لانهم احيانا بخربش الثنتين سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. سبيسيفيتي بس السبيسيفيتي شو بتحكي لي؟ الترو نيجاتيف ريت، احنا هذيك حكينا انه من البوزيتيف بدي اعرف قديش نسبه البريدكتد انهم بوزيتيف، هنا العكس من النيجاتيف من مجموع النيجاتيف بدي اعرف قديش فعليا عمل بريدكت لنيجاتيف. نفترض انه كلاس النيجاتيفز عندي مجموع 100، بدي اعرف قديش من ال 100 هذول الكلاسيفاير طلع لي نيجاتيفز، مثلا طلع لي 80 بدي اعرف نسبتها ال 80 هاي، 90 بدي اعرف قديش نسبتها. فهنا هاي عكس هذيك، الاولى السنسيتيفيتي لها علاقه بالبوزيتيف والسبيسيفيتي لها علاقه بالنيجاتيف. فهنا بحكي لي سبيسيفيتي اور ترو نيجاتيف ريت از وين اكشلي نيجاتيف هاو اوفن داز ات بريدكت نيجاتيف، ومعادلته اللي هي الترو نيجاتيف هاي على المجموع كله، على المجموع كله اللي هو ترو نيجاتيف زائد فولس بوزيتيف مجموع العمود كله. فهاي راح تعطيني الترو نيجاتيف ريت. في عندي كمان الفولس بوزيتيف ريت، فولس بوزيتيف ريت هي اكشوال نيجاتيف هاو اوفن داز ات، اللي هي بدي اجي احسب نسبه الفولس بوزيتيف. فانا باجي بحكي الفولس بوزيتيف على
الترو فولس بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف. هنا عندي الفولس بوزيتيف بدي احسب نسبتها هاي قديش نسبه الخطا اللي عندي البوزيتيف، باجي بحكي الفولس بوزيتيف هاي على مجموع العمود كامل اللي هو الترو نيجاتيف زائد فولس بوزيتيف، بعطيني بحكي لي قديش نسبه داتا بوزيتيف طلعت عندي بالخطا. اخر شيء هنا البريسيجن، البريسيجن بحكي لي when it predicts positive how often is it positive. بمعنى ثاني measures how many of the samples predicted as positive are actually positive، وحسبتها اللي هي true positive على true positive زائد false positive. شو الفرق بين هاي وبين السنسيتيفيتي؟ حدا اجت معاه؟ السنسيتيفيتي دكتور استخدم الفولس نيجاتيف بدل الفولس بوزيتيف تحت. تمام، بالمعنى اذا ايش ميزها؟ السنسيتيفيتي اصلا حساسية، يعني قديش انه نسبة الحساسية قديش اخذ في البوزيتيف من البوزيتيف كله من العينات اللي طلعت معها بوزيتيف. بالضبط، هنا عندي السنسيتيفيتي حكينا من البوزيتيفز، نفترض انه البوزيتيفز عندي 150 بده يعرف قديش الكلاس طلع منهم بوزيتيف قديش جاب. البريسيجن تختلف، هنا بريسيجن تتطلع ما بتطلع على الاكتوال داتا، بتطلع على البريدكتد، بتقول لي هنا هذول البريدكتد نفترض انهم مثلا عمل لي 80، بحكي لي من ال 80 هذول قديش ممكن انهم يكونوا عن جد بوزيتيف، لان الكلاس طلع الكلاسيفاير حكى لي في عندك 80 بوزيتيف، هل هم فعلا كلهم بوزيتيف ولا مش كلهم، في 70 منهم حقيقيات و10 خطا. فهنا بحكي لي ميجر هاو ماني اوف ذا سامبلز predicted as positive، النتائج اللي عمل لي عليها بدكش انها positive are actually positive، هل كلها positive ولا في منها اخطاء وغيره أو اخطاء ومش اخطاء. فهنا هذا بدي احسب اياها البريسيجن. فهان البريسيجن احنا ما في الاول السنسيتيفيتي كنا نيجي هان نحكي هيك، هسا البريسيجن لا، البريسيجن شو بيجي بحكي لي الترو positive على مجموع مين الترو زائد false، هان هيك اللي هي positive predicted. بالضبط اللي بريدكتد، هو بيجي بيشوف من اللي بريدكتد هذول قديش فعليا فيهم بوزيتيف حقيقي. فاذا هنا هيك السنسيتيفيتي وهذول البريسيجن حتى ما اخربش بينهم. طيب اذا كان هنا كمراجعه سريعه، نفترض انه هذا عندي الكونفيجن ماتريكس، هذه الكونفيجن ماتريكس. طبعا انتم في الـ في الـ في الـ بالبايثون هو ببين بعكم بس هاي المربع هذا هيك بس، بيعطيك ماتريكس بهاي الحدود، ما بيحكي اي شيء ثاني، بس بيعطي هاي بيعطي ارقام داخلهم. فاحنا بنعرف مباشره انه هيك ما نكون حافظينهم، انه هيك ترو بوزيتيف او هيك الترو ليبلز، ترو بوزيتيف ترو نيجاتيف، هيك الفولسز. دكتور في الشرح اللي شرحته عن decision tree كان أعطى نفس الإشي، وفي البيبر كمان اللي شرحته حكى عن المصطلحات هاي كمان، يعني قيم من خلال حكيتهم. أنا ما رضيتش أعلق عنها لأن كنا راح نجيها، بس هو دائما في الأبحاث بيستخدموا الـ recall precision الـ accuracy، بيستخدموا الـ F1 score لما نيجي قارنوا المودلز بينهم بين بعض. عشان هيك احنا هيك مهم برضه نمر على هذا الموضوع، يعني ما بصير ناخذ الكورس من دون ما نعرف الايفالويشن المستخدم فيها. طيب هنا عندي اذا هنا بيجي الترو بوزيتيف ريت او السنسيتيفيتي، وبعدين بيجي عندي في العمود الثاني اللي هي السبيسيفيتي اللي هي الترو نيجاتيف ريت، وبيجي عندي على الاسطر البريسيجن اللي هي الترو على زائد على الترو زائد الفولس، وعندي اخر شيء الترو نيجاتيف او نيجاتيف بريدكتد فاليوز قديش نسبتها.
طيب اكيد ماتريكس ديزاين كونفيجن ماتريكس. هنا مثال، هي عندي داتا وهنا حيحسب الاكيوريسي اول شيء. هنا نفترض انه هاي الداتا اللي عندي، تمام، عندي الترو بوزيتيف، هاي هم اجي حكى لي احسب لي الاكيرسي. الاكيرسي حكينا اللي هم هاي على السامبل كلها، اللي هي ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف على عدد الداتا كلها، اللي هي عدد الداتا كلها 105 زائد 60، 165. وعندي الترو كلاسز اللي هم 100 زائد 50، 100 زائد 50 على 165 تساوي 91. هاي الاكيرسي. طيب عندي هنا المس كلاسيفيكيشن اللي هي 1 ناقص الاكيوريسي اللي هتطلع 0.09، وعندي السنسيتيفيتي او الريكول او الترو بوزيتيف ريت اللي حكينا عنها، هاي على التوتال كله اللي هي 100 على التوتال كله، هنا 105 على 150 تساوي 95% نسبه السنسيتيفيتي عندي. طيب هنا عندي الفولس بوزيتيف ريت، الفولس بوزيتيف ريت حكينا هنا اللي هي هاي الفولس بوزيتيف ريت على ناتج المجموع هذا كله اللي هي 10 على 60، وبالتالي هنا عندي 17%. 17% النسبه اللي اعطاهم بوزيتيف هم مش بوزيتيف. وعندي السبيسيفيتي اللي هم الخاصه بالنيجاتيفز، هنا السنسيتيفيتي خاصه بالبوزيتيف والسبيسيفيتي خاصه بالنيجاتيف، فباجي بحكي اللي هم الترو نيجاتيف على الكلاس كله اللي هي 50 على 60 وتساوي 83% السبيسيفيتي عندي. عندي اخر شيء البريسيجن اللي هي الترو اللي هم هذا السطر. طبعا انتم ممكن لما تجيكم اسئله زي هيك بدكم تحلوها، اول شيء خلاص بكتب الكونفيجن ماتريكس، بطلع الاكتوالز ليبلز الداتا كلها وزي هيك. بعد ما اكتب الكونفيجن ماتريكس زي هيك ببلش ايش احسب في المعادلات اللي عندي، طلب من البريسيجن، طلب من السبيسيفيتي الى اخره، بحسبها بهذه الطريقه. فانا عندي البريسيجن، هنا عندي الترو بوزيتيف، وعندي الترو بوزيتيف زائد الفولس بوزيتيف وتساوي نسبتها 91%. طيب الان ايش استخدم؟ ممكن استخدم السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، ممكن استخدم واحده منهم. هنا بحكي لي مين استخدم او مين الافضل استخدمه. الافضل تستخدم، هل تستخدم السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي؟ فهي حسب الداتا سيت. فعلى سبيل المثال لو عندك ديزيز ديتكشن بدك تفحص امراض، هل المرض موجود او مش موجود، هنا يفضل انك تعتمد على السنسيتيفيتي او تركز انك تزيد السنسيتيفيتي، نسبه السنسيتيفيتي. ليش؟ انا بحكي لك مثلا في الديزيز لما ازيد السنسيتيفيتي فانا بدي بزيد ايش؟ الترو بوزيتيف، انه لما يحكي لي انه هذا الشخص مريض يكون مريض حقيقي، وبدي اقلل الفولس نيجاتيف. انا اذا زدت السنسيتيفيتي معناها زدت الترو بوزيتيف وقللت الفولس نيجاتيف. الفولس نيجاتيف في حال الامراض عندي مشكله، يعني لو اجاني مريض ودخلته على السيستم حكى لي ان في حاله الامراض المزمنه اعطاني فولس نيجاتيف، انه حكى لي انه هو مش مريض، مش مصاب مثلا بالسرطان، بينما هو مصاب، هاي مشكله كبيره. فانه في حال مثلا كداتا ست الامراض، انا هنا بهمني انه اقلل قدر الامكان الفولس نيجاتيف، بديش فولس نيجاتيف انه يحكي لي انه مش مصاب هو فعليا مصاب. فانا بدي اركز على السنسيتيفيتي، انه ازيد الترو بوزيتيف واقلل الفولس نيجاتيف. الان ممكن تجي داتا ثانيه زي الفرود ديتكشن، بهمني اكثر انه تكون الداتا عندي نسبه الترو نيجاتيف فيها عاليه، انه لما يحكي لي انه مش فرود او مش خط مش مثلا مش تم اختراقه، ف
فانا تكون اعلى، وانه بدي اخفف من الفولس بوزيتيف. فهي حسب الداتا اللي عندي اللي انا بشتغل عليها بدي اشوف على مين اركز، على السنسيتيفيتي ولا لا السبيسيفيسيتي. طيب خلينا نجي هسه نحكي عن يعني اكثر عن السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، كيف اتعامل معاهم وكيف يعني كيف اجمع بينهم حتى اوصل بتقييم حقيقي لاي كلاسيفاير افضل، اي كلاسيفاير استخدم. وهنا ركزوا على كلمه برضو الار او سي والاي يو سي، مروا معنا قبل هذول شفتوهم؟ هذولا لما حكينا عن الانسامبل والاكزي بوست واللايف جي بي ام شفنا في بعض الكولومز مستخدمين اي يو سي، وحكينا راح نجيها لقدام. فهذه هي هسه راح نحكي عنها. كمان تستخدم ايضا في المقارنه بين الموديل الكلاسيفايرز بينهم وبين بعض. طيب disease detection عندي recall or sensitivity how good are we at detecting disease people precision how many have been correctly diagnosed as unhealthy we have diagnosed everyone. هنا بحكي لي إنه if we have diagnosed everyone unhealthy هذه المشاكل ممكن تطلع لي من sensitivity sensitivity والspecificity. لو فرض أجاني data set وعملت بريدكشن ان الكل بوزيتيف، هان عملت انه الكل مصاب، تمام؟ فانا بحكي لي بهاي الحاله السنسيتيفيتي راح تكون واحد، راح تكون نسبتها 100%. ليش؟ لانه هنا مش السنسيتيفيتي اللي هي هاي على المجموع الكلي، فولس نيجاتيف ما في عندي فولس نيجاتيف، انا حكيت كل الداتا بوزيتيف، فبهاي الحاله راح تطلع 100% اللي هو عدد الترو بوزيتيف على عدد الترو بوزيتيف زائد صفر يساوي واحد. فهنا راح تطلع نسبة الكلاسيفاير 100%. بينما but precision may be low because a true negative that increases the value of false positive. هنا البريسيجن راح تكون عندي قليلة. هنا لو جيت حسبت البريسيجن مثلا هنا عندي الفولس بوزيتيف راح تكون عالية. بهاي الحال الفولس بوزيتيف اللي هي اللي على الترو نيجاتيف زائد الترو على الفولس بوزيتيف راح تكون قيمتها واطيه. فانا في عندي مشكله هنا صار بالماتريسيز هذول، انه بيحكي لي عندك السنسيتيفيتي 100% نسبتها، بينما البريسيجن ممكن يكون مثلا 40 او 50 او 60% او 70%. ليش؟ لانه انا استخدمت او طلعت الداتا بشكل عشوائي، حكيت انه كلهم بوزيتيفز كلهم مصابين. فهي اشكال هنا عندي، هنا صار في الـ في الـ في الـ في الماتريسيز هذول اللي انا بستخدمهم او بالمعادلات هاي اللي عندي. هنا بدي اروح لشيء ثاني. انا بحكي لي we want high precision and high sensitivity، احنا بدنا الاثنين يكونوا هاي، انه يكون عندي هنا اللي ترو بوزيتيف عاليين قدر الامكان والفولس بوزيتيف يكونوا قليلين قدر الامكان، انه بدي احاول اوصل الثاني يكونوا واحد. هنا وي شود كومباين بريسيجن اند سنسيتيفيتي تو ايفالويت ذا بيرفورمانس اوف ذا كلاسيفاير. وهنا بنروح ممكن نستخدم الاف 1 سكور. هسه راح نجيها لقدام ايش المقصود بالاف 1 سكور. طيب فاذا انا هنا بنرجع وين محل ما كنا، هنا بحكينا شود كومباين، بدنا نجمع بين السنسيتيفيتي والبريسيجن حتى نوصل لتقييم افضل للموديل. طيب هنا بحكي لي sensitivity recall or specificity as how good are we are detecting healthy and these people respectively if we were is everyone ideally perfect activity specificity but unrealistic. هنا بدي اشوف العلاقه بين
السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. لو بدي افترض انه انا الموديل هاي عم بيشتغل معي بالطريقه هاي، هذا راح اعمل هنا عندي النتائج الكلاسيفاير هي بين 0 و 1. حكينا الكلاسيفاير بيطلعوا لي probability، وانا على الثريشولد بحدد اذا انه كلاس 0 او كلاس 1. على سبيل المثال الثريشولد عندي كان ايش؟ كان 0.5. فانا اذا نتيجه الكلاسيفاير اقل من 0.5 بعتبره كلاس 0 انه غير مصاب، اكبر من 0.5 بعتبره من كلاس 1 انه مصاب. طيب والموديل عندي حيشتغل بهاي الطريقه، الموديل عندي الترو بوزيتيفز حيكونوا زي هيك، وعندي هنا الفولس نيجاتيف راح يكونوا زي هيك. فهان الثريشولد عمل عندي منطقه اللي هو هنا حيعطيني الفولس بوزيتيف، هنا هذول راح يكونوا فولس بوزيتيفز. ليش؟ لانهم تابعين لمين؟ تابعين هذول حكى لي عنهم انهم بوزيتيف، لكن حقيقه هم بيتبعوا الكيرف الاخضر انهم نيجاتيف. وهان الجزئيه هاي راح تكون عندي فولس نيجاتيف، انه اعطاني اياهم نيجاتيف وهم فعليا بيتبعوا الكيرف الاحمر. فبالتالي هذا الانترسكشن او الاوفرلاب اللي عندي بصير، او هذه هنا بتكون نسبه الخطا بسبب الثريشولد. طيب الان انا هل لو جيت تحكمت في الثريشولد ممكن اغير من نسبه السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي؟ اه ممكن اجي اعمل زي هيك. انه والله اجي احكي بدل ما الثريشولد 0.5 هان، بدي اخلي الثريشولد بدل ما يكون 0.5 هان، بدي اخلي الثريشولد هان عند هاي القيمه اللي هي مثلا 0.3. وبهاي الحاله السنسيتيفيتي شو بدها تكون عندي؟ 1. ليش؟ لانه كل هذول كل اللي فعليا بوزيتيف اعطاني عليهم بريدكشن انهم بوزيتيف. فبالتالي لما اجي ما في عندي فولس نيجاتيف، خلص ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولس نيجاتيف تساوي 1. فهنا صار عندي 100% الموديل، لانه هذول كلهم عمل لي عليهم بريدكشن انه ايش؟ انهم بوزيتيف. بس هنا طبعا بصير عندي ايش؟ بتقل نسبه السبيسيفيتي هنا، لانه هان الجزئيه هذولا برضه راح يعطيني عليهم انهم ايش؟ بوزيتيف، وهم نيجاتيف، فهم فعليا نيجاتيف كلهم راح يعطيني عليهم انهم بوزيتيف. طيب لو غيرت الثريشولد على الجهه الثانيه، جيت هان مثلا حكيت الثريشولد بهاي الحاله راح تصير السبيسيفيتي عندي 1. ليش؟ لانه الاخضر كله راح يعطيني عليه بريدكتد انه نيجاتيف. هاي المساحه كلها من بعد الثريشولد هذا كله بده يكون ايش؟ نيجاتيف. فبالتالي هذا السبيسيفيتي راح تصير عندي 1، بس السنسيفيتي راح تقل. ليش؟ لانه في عندي عناصر ان هنا هذول كلهم هاي الاريا برضه حيكون اعطاني عليها انها ايش؟ نيجاتيف وهي بوزيتيف. فهنا السنسيتيفيتي عندي بتقل كثير. فانا اختيار الثريشولد مهم برضه حتى اطلع النتائج واقيمها. طبعا انا الايديال او الافضل عندي انه اذا لقيت موديل والله زي هيك، اذا لقيت موديل انه عندي هنا الترو نيجاتيف وهنا الفولس نيجاتيف، هنا ترو بوزيتيف عفوا، وهنا 0.5 الثريشولد، وكلهم هذا افضل موديل انا، انه هنا خلص ما في عندي اوفرلاب. هنا دائما بيعطيني كل الفولس بوزيتيف طلعهم بوزيتيف، وكل الترو نيجاتيف او كل النيجاتيفز طلع عليهم انهم ترو نيجاتيف. ما في عندي ايرور، ما في عندي مس كلاسيفيكيشن. فانا السنسيتيفيتي 100% والسبيسيفيتي 100%، لكن مش بالسهل ان يكون عندي موديل زي هيك. طيب هنا بحكي لي هاو اوبتيمال ابير اوف سنسيتيفيتي سبيسيفيتي فاليو از، هنا مين افضل لو انا يعني خلص ما في عندي خيار. حكى لي في عندك اما في عندك موديل السبيسيفيتي اللي له 0.8 والسنسيتيفيتي اللي له 0.7، وفي عندك موديل ثاني السبيسيفيتي اللي له 0.7
والسنسيتيفيتي 0.8، مين افضل اختار؟ مين يحكي لنا؟ ما حدا في باله. هسه حكينا عنها، هذا بيعتمد على الداتا، على الداتا. انا افترض انه انا في عندي كانسر ديزيز ديتكشن، بدي الكانسر او في الديزيز شو بهمني؟ بهمني السنسيتيفيتي انها تكون عاليه، اللي هو لما نحكي لي انه فوز انه ترو بوزيتيف، يحكي لي انه يكون فعلا ترو بوزيتيف. فهنا انا بدي اختار هاي مثلا لو عندي ديزيز. ليش؟ لانه هنا السنسيتيفيتي اعلى من هاي، وفي حال ديزيز انا بهمني السنسيتيفيتي تكون اعلى، فانا باجي بحكي له بدي هذا الموديل. اذا عندي داتا ثانيه ممكن طبيعتها بتختلف، انا بهمني سبيسيفيتي اكثر، باجي بحكي له اعطيني هذا الموديل لنتائجه هاي. يعني مثلا دكتور زي مثال اللي اعطتنا اياه مره تبع العب ولا ما العب مثلا بالنسبه للوذر او للطقس، مين بيكون احسن، السبيسيفيتي ولا السنسيتيفيتي؟ قد انت افكر فيها، قدرها مين ايش نسبه الخطا اللي انا ممكن اتحمله، انه يحكي لي ما تلعب هو الجو منيح، ولا يحكي لي العب والجو سيء. فانت هنا بدك تقدر. طبعا هو الافضل، لا يعني الافضل يحكي لي انه ما تلعب ويكون الجو منيح، يعني يحكي انا بدي ادور على سبيسيفيتي هنا، انه ما عنديش مشكله ممكن يحكي لي يعطيني فولس نيجاتيف انه ما تلعبش ويكون الجو منيح، بس انا ما بدي الفولس بوزيتيف انه يحكي لي اطلع العب ويكون الجو ماطر والجو مش مناسب واتبهدل واروح. فهون جوابنا دكتور لازم لما نحطه يكون مع شرح. بيكون في اكسبلينيشن. طيب طيب احنا وقفنا عند حكينا عن اذا انا غيرت الثريشولد خليته بهاي الحاله راح يكون عندي السنسيتيفيتي واحد، او وديته على الجهه الثانيه راح تكون عندي السبيسيفيتي واحد. ولو تغيرت على الكيس الثانيات، يعني لو جيت هان اعطيته الثريشولد عند صفر، خلاص حكيت له عند صفر اعطيني كلهم بوزيتيف، فبهاي الحاله راح تكون عندي السنسيتيفيتي واحد، لان هذول كلهم بوزيتيف، هذول صاروا انا هيك كله بوزيتيف، هذا حيكون عندي الفولس بوزيتيف ريت كمان واحد، راح يكون عندي عالي لانه كل هذول كل النيجاتيف راح يكونوا فولس بوزيتيف ريت، الاخضر هذا كله راح يكون فولس بوزيتيف ريت، وعندي السبيسيفيتي صفر لانه ما في عندي نيجاتيف صار، فبالتالي السبيسيفيتي صارت عندي صفر. هذه واحده من الورست كيسز. وعلى الجهه الثانيه طبعا لو جيت هنا ونقلت الكيرف هنا خليته واحد، بهاي الحاله راح يكون عندي السنسيتيفيتي صفر لانه كلهم ما في عندي بوزيتيف، كلهم نيجاتيف، وحتكون عندي الفولس بوزيتيف ريت، وحتكون عندي سبيسيفيتي واحد لانه كلهم زي ما حكينا هنا حيكونوا نيجاتيفز. طيب اذا كيف بدي اقرر الثريشولد، يعني كيف بدي اقرر هنا مين اي ثريشولد عندي افضل حتى احدد بالضبط ايش السبيسيفيتي وايش السنسيتيفيتي اللي تكون دقيقه عندي. أنا بدي أروح على الـ ROC curve اللي هو receiver operating characteristics، تمام؟ ROC بدي أركز عليه أو receiver operating characteristics، بستخدمه كثير في التفاضل أو في التمييز بين الـ classifiers بينهم وبين بعض. طيب الـ ROC curve حيجي بالطريقة هاي، من أنا هنا بدي أجي أعمل plotting على الترو بوزيتيف سنسيتيف، يعني انا راح اجي احسب الترو السنسيتيفيتي، وراح انا اجي احسب البريسيجن هنا الفولس بوزيتيفز، فبجيب قيم الترو بوزيتيف وقيم او نسبه الفولس بوزيتيفز واشوف قديش بيطلعوا معي على ديفرنت ثريشولد، وراح ارسم الكيرف هنا اشوف كيف شكله معي. في اكسبلينيشن نوضح ان هنا افضل لقدام. انا بحكي لي تريد اوف بين الار او سي، حي تريد اوف بين الترو بوزيتيف ريت اند فولس بوزيتيف ريت،
RC can be plotted by changing the prediction threshold. فأنا كمان مرة حتى أوازن ما بين الترو بوزيتيف أو السنسيتيفيتي وما بين الفولس بوزيتيف ريت أو البريسيجن بدي أجي أعمل بلوتينج. البلوتينج حيكون بالشكل هذا، أنا راح أحسب ثريشولد، راح أحسب ديفرنت ثريشولد. أنا يعني هذا برزنتيشن ثاني للثريشولد نفس اللي ورجناكم إياه. هنا بس اللهم استخدم هنا 0.1، وهنا بناء على الداتا سيت إيش حيكون الكلاس. فهنا بيكون الكلاس مثلا 0.0 وهنا 1 وهنا 0.0 وهنا 1.1. هذا إذا كان ثريشولد صفر. إذا جيت بدي أجي أعدي على ثريشولد بدي أشوف كيف بزيد على ثريشولد أشوف كيف حيكون نتائج البريدكشن. فبهاي الحالة أنا زي ما حكينا عنها إذا كان عندي ثريشولد صفر، الثريشولد صفر طبعا راح يكون إيش اللي عندي هنا ترو بوزيتيف، وهنا عندي الفولس حيكونوا بالشكل هذا، وهذول راح يكونوا صفار، يكون الكونفيجن ماتريكس شكله زي عندي زي هيك. هنا لو جيت حسبت الترو بوزيتيف ريت والفولس بوزيتيف ريت اللي هي واحد ناقص سبيسيفيتي، بدي اعمل بلوتينج لبلوتينج لبياناتهم. فهنا الجراف عندي او بلوتينج راح يكون زي هيك زي ما حكينا. هنا حيكون عندي الترو سنسيتيفيتي ترو بوزيتيف، وهنا حيكون عندي الفولس بوزيتيف ريت. هاي مثلا هنا الترو بوزيتيف ريت واحد، باجي هنا بعملها هاي ها باجي بحكي هنا واحد، والفولس بوزيتيف ريت برضو واحد، فباجي تحت فهي هنا تيجي راح يكون موقعها هنا. طيب الان بدي اغير الثريشولد واشوف كيف راح تمشي معي. فانا لو جيت لقدام مثلا غيرت الثريشولد، طبعا هان اذا كان بهاي الحاله اذا كانت البوينت هنا وهاي بحاله بتعطيني انه الكلاسيفاير بيشتغل ايش بيشتغل زي الراندوم جيسينج. هنا بيحكي لي اذا كان الكيرف عندي بالشكل هذا او موازي للخط الاخضر، the green diagonal line shows where is the true positive rate يساوي false positive rate. فبالتالي true نفس البوزيتيف هنا عندي. Any point in this line means that the proportion of correctly classified OP samples are the same as proportion of incorrectly classified. وهذا نفس موديل الراندوم جيسينج. هذا فعليا اللي هو بيعطي نسبة 50%، true نفس نسبة الفولس بوزيتيف اللي هو الراندوم جيسينج اللي هي 50%. فهنا إذا أعطاني بهاي الحالة انه الترو نيجاتيف هنا نفس الفولس نيجاتيف، هاي بعتبرها اللاين هذا هو زي الراندوم جيسنج. طب بدي اغير الثريشولد، هنا بدي اغير الثريشولد شوي وحتتغير معي شكل الداتا. يعني لما غيرت الثريشولد واحد راحت من الفولس اجت هنا على النيجاتيف، بدي ارجع هنا احسب الـ نفس الشيء الترو بوزيتيف هي نفسها واحد، وهنا الفولس بوزيتيف تغيرت عندي صارت 0.75. فهنا الترو بوزيتيف باجي نفس الشيء على نفس اللاين هنا واحد، وبينما من تحت زاحت عندي صارت 0.75 من هان تقريبا. فهي النقطة الثانية. فهان بدي أعمل بدي أجرب different threshold لحد ما أكمل الكيرف اللي عندي. فهنا لو جيت جربت different threshold هي هنا، كل مرة بغير الثريشولد هي هنا، هي الثريشولد الأول، هي الثاني، هي الثالث، وبعدين هان 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 هان. فصار هذا شغل الكيرف معي زي هيك. طبعا هان ميجي نفس الشيء، مين احسن او مين افضل الثريشولد. تمام، هاي شكل الكيرف عندي زي هيك الان. او خلينا هنا هسه بيجيني سؤال مين افضل هاي النقطه ولا هاي النقطه، برضو بتعتمد على الداتا سيت. انا هاي النقطه هان عندي الفولس بوزيتيف ريت واطي جدا صفر، بس السنسيتيفيتي قليل شوي يعني 0.8. اذا بتهمني السنسيتيفيتي ممكن اخذ لهي اروح لهي النقطه زي الديزيز زي امراض عفوا يكون الديزيز تكون الامراض الديزيز انه يكون عندي سنسيتيفيتي عاليه، بتهمني هاي النقطه. انا عند واحد انا باجي بحكي والله بدي استخدم هاي الثريشولد عند الكانسر ديزيز بدي استخدم هاي النقطه. ممكن يجيني موديل ثاني لا عادي، انا بهمني انه تكون الفولس بوزيتيف ريت اقل، بديش يكون عندي فولس بوزيتيف، وما عندي مشكله لو كانت الترو بوزيتيف يكون فيهم شويه اخطاء. فهي حسب البروبلم انا ممكن اختار اي ثريشولد. هسه هان
هذا الحساب هاي كلها مسميها الـ ROC. الآن هنا اللي شفته في عندي area تحت الكيرف هذا، هاي الاريا هي الـ AUC اللي اختصار لإيش؟ area under curve. تمام؟ هاي area under curve. area سامي خطأ عندي. area under curve. فهاي هذا هو المعامل. أنا الـ area under curve، أفضل area under curve متى ممكن تكون عندي؟ إذا كان الكيرف بالشكل هذا هيك، اللي هو إيش هان؟ يعني هان لو أجاني كيرف هيك حكالي عندك موديل بيعطيك سبيسيفيتي 1% والفولس بوزيتيف ريت 0، فبالتالي راح يكون زي هيك. هنا عندك 0 من تحت ومن فوق 1، فهذه كلها الاريا اندر كيرف. هاي الاريا اندر كيرف بسميها 1، انا هنا صارت عندي تقريبا 100%، فهاي افضل حاله انا بدور عليها. اسوء شيء ايش ممكن يكون؟ اسوء شيء، اسوء شيء انه يعطيني الايرور او الفولس بوزيتيف ريت 1 هان، ويكون عندي اللي شو اسمه السنسيتيفيتي تكون واطيه، تكون اقرب الى 0 هان. تمام؟ بهاي الحالة أو بهذا الكيرف أنا بكون عندي برضو حالة سيئة جدا. يعني هنا مثلا أو واحد، خلينا نحكي هنا نفترض أنه أجتني الإيرور واحد وهنا أعطاني البريسيجن واحد، بس برضو عندي الفوز بوزيتيف واحد، هذه اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي حيعطيني إياها للراندوم جيسينج. هسه أسوأ كيس ممكن تكون عندي اللي هي لتحت هان، أنه حيعطيني الفولس بوزيتيف واحد، حيعطيني السبيسيفيتي صفر، اللي هو حيكون زي هيك. اذا كان عندي بهاي الحاله هان اسوء شيء، انه هان عندي سنسيتيف صفر وعندي الفولس بوزيتيف اعلى شيء، فهذه الورست كيس ممكن تكون عندي. يعني اللي بهمني انا هنا اللي هو بدي اركز على الاريا اندر كيرف. هنا الاريا اندر كيرف قديش نسبتها؟ كل ما كانت عندي النسبه اعلى كل ما انا قربت على هذا الحد، هذا الحد اللي هو بيعطيني سبيسيفيتي واحد والفولس بوزيتيف ريت اقرب على الصفر. هنا على سبيل المثال لو هنا عندي تو كلاسيفايرز، طبعا هنا بدي اقارن بين الكلاسيفايرز، فاجي هنا اقارن بين مين ومين؟ قارن بين اللوجيستيك ريجريشن بالخط الازرق هاي، وقارن بين الراندوم فيرست، لا عفوا اللوجيستيك ريجريشن بالاحمر، هاي اللوجيستيك ريجريشن، واللي بالازرق الراندوم فيرست. تمام؟ فاذا انا هنا باجي بجرب، بجيب كل كلاسيفاير وبجرب ديفرنت ثريشولد وبشوف الكيرف تاعه. هنا انا بقدر اشوف من الكيرف انه نسبه الاي يو سي اللي هي اريا اندر كيرف هاي عند الاحمر اللي هو اللوجيستيك ريجريشن افضل من الراندوم فورست. فهنا انا لو جيت اختار او بجيت بدي اختار، باجي بختار اللوجيستيك ريجريشن، لانه بحكي معامل الاريا اندر كيرف اعلى من الراندوم فورست. يعني الاري اعلى بمعنى انه هنا بيعطيني سبيسيفيتي اعلى وبيعطيني فولس بوزيتيف اقل. فهنا دائما نقصده، يعني هنا على سبيل المثال ممكن يكون عندي زي 95 او 92 هذا الكيرف معامله، اذا كان بالضبط مستقيم ومستقيم راح يكون معامله واحد، فانا كل ما قربت للزاويه كل ما اعطاني قيم اعلى. لو جيت هنا اطلع على بلوتينج ثاني لهم على البايثون، أنا على سبيل المثال استخدم الكينير سنيبر، عملها فت للداتا مع الكينير سنيبر. هنا طلع الفولس بوزيتيف ريت والترو بوزيتيف ريت والثريشولد. تمام؟ هنا ودع على الار او سي، الار او سي راح يطلع لي، رجع لي هذول الثلاثه، راح يطلع لي الفولس بوزيتيف ريت والترو بوزيتيف ريت، راح يطلع لي الثريشولد. بعد ما استخدمت الـ ROC كيرف ورجع لي هذول الثلاثة، هذول الثلاثة بوديهم على ايش؟ على الـ AUC Visualization عشان يورجيني كيف راح يكون شكلهم، أو الـ Area Under Curve، حيحسب لي الـ Area Under Curve. فأنا عملت لهم بلوتينج، لو جينا نكست راح ألاقيهم بالشكل التالي. أنا عندي مثلا التريننج اللي باللون الأزرق، إذا مثلا عندي الـ Performance تبع التريننج
كان ايش؟ اعلى من البرفورمانس تبع التستنج 70%. هنا كان زي هيك. طبعا هان بتعبر لي هذا الخط المتقطع بيعبر لي عن الراندوم جيسنج، هذا هيك الراندوم جيسنج. بحكي لي انه هاي البيرفكت بيرفورمانس، هان البيرفكت بيرفورمانس اللي هو افضل لاين، هذا هيك، هذا هو افضل كيرف اللي هو حيكون واحد، اللي هو سبيسيفيتي صفر وسبيسيفيتي واحد، فولس بوزيتيف صفر وسبيسيفيتي واحد، هذا هو حيكون افضل لاين عندي. فهنا قارن بس بين التريننج والتستنج، لكن انا وعندي اكثر من كلاسيفاير راح كلهم راح اعمل عليهم بلوكينج لنفس الشيء. لهان هنا ممكن هاي كلاسيفاير الثاني يجيني كلاسيفاير ثالث، ها هيك يجيني كلاسيفاير الرابع مثلا هيك، انا بهاي الحاله بختار كلاسيفاير الكلاسيفاير الرابع انه يعني هو هذا مثلا شفته انا احسن كيرف اعلى كيرف، فانا بعمل بلوتينج لكل الكلاسيفايرز واعلى كيرف اما بالبلوتينج او باجي بطلع نسبته، انا بهمني برضه النسبه قديش، وباجي بحكي بناء على نسبه او نسبه الاي يو سي بختار الكلاسيفاير الفلاني. هاي لو رجعنا على الاكس جي بوست كان نشوف هاي، هان شايفين لما قارنا الاكزي بوست في البيبر هاي قارن بين ايش قيم الاي او سي هاي، فهو هان افترض انها الاكزي بوست هاي من لابري تاعيتها بتعطيني تقريبا اعلى اي او سي فهو فضلها، هذه واحدة من التقييمات، بينما هان الار جي بي ام مثلا الاي او سي تبعتها ايش 622، فانا دائما في الاي او سي او في الاريا اندر كير بدي اشوف اللي بيعطيني اريا اعلى، كل ما قربت على واحد حيكون أفضل. فالآن لما نشوفه في المقارنات AOC أو ROC تكونوا عارفين شو المقصود فيهم. طيب نرجع هان، واضح هيك؟ حد عنده سؤال بين الـ AOC أو الـ ROC؟ الفكره هنا في الاي سي او الار او سي انا بدي اعمل تريد اوف بين السبيسيفيتي وبين البريسيجن او بين السنسيتيفيتي عفوا السنسيتيفيتي والبريسيجن او السنسيتيفيتي والفولس بوزيتيف ريت، فراح استخدم ديفرنت ثري شولد واقارن بينهم واحسب الاريا وبناء على الاريا انا هنا بدي اطلع بفورمانس معقول. طيب الان عندي الاف 1 سكور، الاف 1 سكور والماثيو كورليشن كوفيشنت، في عندي بعض الكيسز انا بفضل اني استخدم فيها الاف 1 سكور اللي هو ايش هنا مثلا وي نيد ديفاين سنجل ميجر ذات كومباينز اول، هنا بحكي لي وي نيد تو ديفاين ا سنجل ميجر ذات كومباينز ريكول اند بريسيجن اور اذر ماتريسز تو ايفالويت ذا بيرفورمانس اوف ا كلاسيفاير، يعني انا بدي اجمع بين معاملات الريكول والبريسيجن حتى لو مع معاملات ثانيه بدي اوصل فيها لافريج معين من الايفالويشن. هنا بحكي لك ممكن تستخدم الاف 1 سكور، ممكن عندك ماثيو، ممكن 11 بوينت افريج بريسيجن، وعندك ممكن تستخدم ذا بريك بوينت. هنا الاف 1 سكور اللي بيقصدوا فيها هنا اف 1 سكور كومباينز بريسيجن اند ريكول اوف كلاسيفاير انتو ا سنجل ماتريكس ماتريك باي رانكينج ذير هارمونيك مين، ات از بريمرلي يوزد تو كومبير ذا بيرفورمانس اوف تو كلاسيفايرز، سبوز ذات Classifier A has a higher recall and classifier B has a higher precision. In this case, تمام؟ أنا هنا وجيت أقارن two classifier. أعطاني الأول الريكول أو السنسيفيتي اللي إله عالية، بينما الكلاسيفاير B البريسيجن اللي إله عالي. فأنا هنا يعني مش قادر أميز مين أختار منهم بالضبط. فهنا بروح على الـ F1 scores. F1 scores for both the classifiers can be used to determine which one produce better result. Okay. هنا عندي أكثر من ماتريكس. لو بدي أستخدم كل واحد أعطاني نتائج مختلفة، فأنا هنا ممكن أروح للـ F1 score، هو بيستخدمهم كلهم بيعطيني زي averaging إلهم. طيب هنا في الـ F1 score يعني هنا في عندي باراميتر اللي هو الهارمونيك،
يعني اللي بيهمني بالآخر اللي هي هذه المعادلة تاعت الـ F1 score، إن هو true ضرب الـ true positive على 2 ضرب true positive على زائد false positive زائد false negative، فهذه هي بتحسب لي الـ F1 score إذا كان معامل الهارمونيك واحد. هان عشان هيك سميت F1 score، إنه معامل هارمونيك واحد، واحد زائد واحد تربيع واحد، هنا واحد قوة تربيع برضو واحد، فصارت المعادلة عندي زي هيك، وبالآخر توصلت للمعادلة اللي عندي. طيب عندي معامل ثاني غير الـ F1 score اللي هو ماثيو كورليشن كوفيشنت أو الـ MCC، بحسبه بالطريقة التالية. الـ MCC تساوي true positive ضرب true negative ناقص false positive ضرب false negative على الجذر التكعيبي لكل هذول. هذا راح يعطيني الماثيو كورليشن. الماثيو كورليشن هي قيمه بتكون بين واحد وناقص واحد. ناقص واحد اللي هي الأسوأ شيء، انه بيكون عندي الترو بوزيتيف يساوي الترو نيجاتيف يساوي صفر، انه كل شيء عندي كل شيء خطا عندي، ولا واحد ترو كلهم فولس، هذه بيرفكت مس كلاسيفيكيشن. وافضل شيء واحد، انه يكون الفولس بوزيتيف يساوي الفولس نيجاتيف يساوي صفر، كلهم ترو ما في عندي فولس، هذه بيرفكت كلاسيفيكيشن. اذا كان الام سي سي صفر اللي هي راندوم كلاسيفاير، انه زي فيها راندوملي، وغير هيك القيم راح تكون اشوف قديش راح تطلع معي من ناقص واحد لواحد. في عندي المعامله الثانيه اللي هي 11 بوينت افريج بريسجن، هنا بحكي لي ادجست ثريشولد اوف كلاسيفاير such that a recall takes the following 11 values، هنا بحكي لي استخدم 11 ثريشولد وسجل نتائج الريكول عند كل ثريشولد وبعدين اعمل لهم افريجنج. تمام، هنا ثريشولد اعمل لهم ل اعمل 11 ثريشولد وسجل نتائج الريكول عند كل واحد فيهم، يعني هنا مثلا هاي ثريشولد 0.1 0.0.1 الى 1، وبعدين بحكي لي for each value of the recall determine the precision to find the average value of precision، فانا بعد بدي اطلع الافريج القيم هاي كلها اللي انا طلعتها. The breakpoint commute precision، هنا بدي احسب البريسيجن as a function of recall for different values of threshold، هنا راح احسب البريسيجن مع الريكول، لما البريسيجن يساوي الريكول راح اوقف، راح اختار هذا الثريشولد. هذا واحده من الايفالويشنز اللي مستخدمين. هنا برضو كسمري للايفالويشنز، انا هنا عندي هي الداتا، وهنا عمل طلع ايش الداتا اللي عندي. هنا استخدم الكي نيرست نيبر، الواي ليبل، بعدها طلع الكونفيجن ماتريكس. هي الكونفيجن ماتريكس هذه لتو كلاسز، بالتالي هنا اللي ترو هذول، هاي الترو هاي ترو، اللي فوق ترو بوزيتيف وهاي ترو نيجاتيف، وهاي الفولس بوزيتيف وهنا الفولس نيجاتيف، او العكس عفوا، فولس بوزيتيف وهذيك فولس نيجاتيف. فهذه الكونفيجن ماتريكس راح تطلع زي هيك. بعديها من الكونفيجن ماتريكس هاي حسبنا الماتريسيز اللي هم الاكيورسي، البريسجن، الريكول، فبالتالي هم الاكيورسي عندي طلعت 96%، البريسجن 97%، الريكول او سنسيتيفيتي اللي هي 92%، الاف 1 سكور هذا حكيت انا بركز عليه لو بدي اقارن بين مجموعه من الكلاسيفايرز، وحتى الام سي سي برضه بستخدمه لو انا بدي يعني اقارن بين مجموعه من الكلاسيفايرز، طلع عندي 92 واللي قبله 95، يعني هو الاكثر استخداما الاف 1 راح تشوفوه كثير، وكمان الاي يو سي برضه بتشوفوه كثير في المقارنات. طيب هنا عندي المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، طيب اخر شيء بدنا نيجي نحكي هنا عن المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، انه لو في عندي اكثر من كلاس، احنا كل الامثله اللي اخذناها انه لو عندي تو كلاسز، الان في عندي اكزامبلز ممكن يكون في عندي زي هيك مثلا 7-8 كلاسز، مثلا ايموشن، هابينس، سادنس، انجر، سربرايز، في عندي اكثر من كلاس،
ممكن يكون في عندي بروبلم فيها ثلاث كلاسز الى اخره، ايش بدي اعمل بهاي الحاله او كيف راح يكون شكل الكونفيج ماتريكس اصلا. هنا بحكي لي راح او خلينا بس نعرف شو انواع او كيف راح يتم التعامل مع المالتي كلاس كلاسيفيكيشنز. بحكي لي في طريقتين انا ممكن اعمل كلاسيفايرز عليهم، واحنا حكينا عنهم قبل، عرضنا عليهم، اللي هي بدي استخدم one versus all او بدي استخدم all versus all classifiers. كيف يعني؟ اول شيء خلينا على one versus all او one versus rest، واحد مقابل كل او واحد مقابل الباقي ونفس الاسم. خلينا نيجي على الاولى. انا بحكي لي انه بتيجي بتعمل بعدد الكلاس ليبل كلاسيفايرز، يعني انا عندي ثلاثة كلاس ليبل بدي اجي اعمل ثلاثة كلاسيفاير، مثلا هنا كلاسيفاير الاول، كلاسيفاير الثاني، كلاسيفاير الثالث، وباجي بحكي للكلاسيفاير الاول اعمل لي كلاسيفيكيشن بتوين تو. ايش التو؟ اللي هم مثلا صفر والباقي، يعني لو الداتا ست عندي زي هيك احمر اصفر ازرق، باجي بحكي للكلاسيفاير الاول اعمل لي كلاسيفيكيشن بين الصفر والباقي، الصفر واحد الباقي صفر. باجي بحكي بعديها للكلاسيفاير الثاني اعمل لي كلاسيفيكيشن بين الزرق والباقي، الزرق مثلا واحد والباقي اصفر، خلاص اي شيء غير الازرق اعتبره اصفر. وبحكي للثالث اعمل لي كلاسيفيكيشن بين الاحمر والباقي، فبنسميها one versus all او one versus rest. فلما تجيني داتا ست جديده، تمام، لما تجيني داتا ست جديده بدي امررها عليهم كلهم واشوف ايش هي كلاسيفيكيشنز او ايش اكثر كلاسز اعطتني. يعني لو جتني انا هاي الداتا ست على سبيل المثال، انا جيت هان هاي طلعت لي اياها اصفر دوائر، هنا الكلاسز هذا طلع لي اياها صفر الاذر، وهنا لا عفوا هان بدي اشوف الداتا بوينت اللي بتجيني وامرها على كل الكلاسز. على سبيل المثال بدي افترض اجتني مثلا الازرق، تمام، اجتني هاي الزاقة، هاي دمرها على الكلاسفاير الاول، الكلاسفاير الاول راح يعطيني عليها ايش؟ الاحتمالية راح يعطيني عليها انها صفر. طيب باجي على الكلاس الثاني، هنا راح يعطيني عليها انها مثلا واحد، حيعطيني مثلا 80%، فبتطلع انها من كلاس واحد. هاي حتعطيني عليها انها من كلاس صفر. فبالتالي انا هنا باخذ النسبة الأعلى، هذه مثلا حتكون نسبتها 20%، وهاي حتكون نسبتها مثلا 80%، وهذا اللي حتكون مثلا نسبتها 30%. فأنا هنا بختار النسبة الأعلى اللي هي 80%. طيب الآن الطريقة الثانية بحكي لي اللي هي all versus all أو one one versus one أو all versus all. هاي كيف بتعمل؟ بحكي لي أول شيء بدك تعمل الكلاسيفاير بعدد الكلاس ليبلز بالمعادلة هاي، اللي هو عدد الكلاسز كلاس ليبلز ضرب عدد الكلاسز ناقص واحد على اثنين. على سبيل المثال أنا هنا عندي ثلاث كلاسز، ثلاث ضرب ثلاث ناقص واحد اثنين، ثلاث ضرب اثنين ستة على اثنين يساوي ثلاث. لو أجاني مثلا خمسة، عدد الكلاسز خمسة، خمسة ضرب خمسة ناقص واحد اللي هي أربعة، خمسة ضرب أربعة عشرين، عشرين على اثنين تساوي عشرة، راح يكون عندي عشرة كلاسيفايرز. لو كان عدد الكلاس ليبل خمسة راح يكون عشرة، إذا ثلاث راح يظلوا ثلاث. أنا هان عندي ثلاث، بس هان شو اللي بدي أعمله بهاي الحالة؟ بحكي لي بدك تعمل هاي عمل ثلاث كلاسيفاير، تمام، هاي ثلاث كلاسيفاير. بحكي لي الكلاسيفاير الأول أو كل كلاسيفاير بدك تدربه مع اثنين، يعني هنا باجي على الكلاسيفاير الأول بدي أدربه مع الأزرق والأحمر، الكلاسيفاير الثاني بدي أدربه مع الأصفر والأزرق، إنه بدي أدرب الكل مع الكل، والكلاسيفاير الثالث الأصفر مع الأحمر. فهنا زي هي زي كأنها زي هيك كأنها فاكتوريال، بدي أجرب الكل مع الكل، يعني هاي مع هاي وهاي مع هاي وهاي مع هاي من ضل وهاي مع هاي، فأنا بدي أجربهم مع بعض، تمام. هاي عملت زي هيك، جربت عملت عدد كلاس ثلاثة كلاسيفاير وجربت كل اثنين مع بعض. هنا بحكي لي اجتني داتا ست جديده او داتا سامبل جديده، كيف بدي اتعامل معها؟ على سبيل المثال نفترض انه اجتني برضو الازرق، هاي الزرقاء،
هان بحكي لي بدك تاخذ الماجوريتي فوتنج، يعني هان جبت الازرق مريت على الموديل هاد حكى لي انها هاي من كلاس ازرق، ومررت على الموديل هاد حكى لي انه هاي من كلاس ازرق، ومررت على الموديل هاد مثلا ما حكى لي انها من الكلاس المربع. فهنا بعمل ماجوريتي فوتنج انه مين اكثر كلاس تكرر عندي اللي هو هاي انها مثلث مثلث وهذه مربع، فهنا باجي بحكي انه هذا هو الكلاس اللي معي. هاي الطريقه الاول فيرسز اول، بستخدم ماجوريتي فوتنج وبعمل عدد مجموع من الكلاسيفاير، وكل كلاسيفاير بس بيعمل باينري كلاسيفيكيشن بين اثنين. وبعدين هاي الطرق انا بتعمل فيها مع مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. كيف بحسبهم في الماتريسيز اللي هاي؟ في عندي ماكرو افريجينج وفي عندي مايكرو افريجينج. احتسابهم كالتالي، هنا عندي بنفترض انه اجتني داتا زي هيك، تمام. هنا اجتني مثلا كلاس 0 كلاس 1 كلاس 2، فنفس الشيء 0 1 2. فاعطتني البريدكشن طبعا حيكون بالشكل التالي: نو بول، وايد بول، ريجولار بول، وهنا نفس الشيء. فهنا الترو ليبلز انا دائما هم بالزاويه هذول القطري، هذول الترو ليبلز والباقي هم فولسز. طيب حتى احسب فهنا لو اجي احسب لي مثلا حكى لي احسب الريكول او السنسيتيفيتي، تمام. فانا هنا هاي راح احسب هاي 8 زائد المجموع، وهنا راح احسب 10 زائد المجموع، وهنا راح احسب 270 زائد اللي هي هاي الاخضر زائد المجموع كله. ونفس الشيء هنا بالنسبه للاسطر او البريسيجن باجي بحسب 8 اوفر 20 زائد 5، وهنا برضه 10 اوفر 10 زائد 2، وهنا 270 اوفر 5 زائد 5. هذا بالنسبة للريكول. فإذن الريكول هي راح تكون إيش؟ إنه هو الكلاس الترو على مجموع باقي الكلاسز من نفس الرو زي ما إحنا شفنا هان، والبريسيجن نفس الشيء. البريسيجن اللي هي حتكون اللي هي الكلاس هذا أوفر التو كلاس ليفلز الثانيات. هان عندي الأكيرسي، الأكيرسي راح تكون مجموع الترو كلاسز على مجموع الماتريس الداتا كلها كامله، اللي هم مجموع هذول على مجموع كل الداتا اللي في الماتريكس هاي، اللي هو المجموع الكامل all data examples. هذه حتكون الاكيرسي. طيب هذا بالنسبه للريكول اند بريسيجن. في عندي هنا we compute performance each class and average. هنا confusion matrix each class. هنا بحكي لي أنا بدي أعبر عن confusion matrix مثلا، إذا بديش أستخدم اللي أنت شفتوه ممكن أعبر عن confusion matrix بطريقة ثانية، اللي هي طريقة إيش؟ الماكرو. الماكرو هاي إيش بتحكي لي؟ إنه صغر لي confusion matrix، يعني هاي حول لي أهل الشكل هذا. كيف بدي احولها؟ بيجي بحكي لي هنا اول شيء بدي اجي اتعامل مع تو كلاس هذول، بدي اياهم الكلاس الاول هذا نو بول والباقي، وهنا نو بول والباقي. فانا كيف بدي اتعامل معها؟ باجي بحكي هاي النو بول هاي، والاذرز باجي بجمع اثنين هذول اللي هم ايش حيطلعوا 25. ونفس الشيء هنا من تحت الأدرز اللي تحت اللي هم مجموع هذول الاثنين، بالتالي حيكون عندي هنا 7. طيب إذا من تحت هنا تحت بدي أجمع هذول الاثنين اللي هي 10 والمئتين وسبعين، وعندي لا عفوا بدي أجمع المربع كله اللي ظل عندي هنا، هاي الزاوية بدي أجمع لها كل هذول اللي هم الأدرز 270 280 290 295. فإذا هي اجت هاي زي هيك.
أنا كمان مرة. هاي الثمانية هان والخمسة وعشرين هذول اثنين هان هيك أجو على الخمسة وعشرين هاي وهان عندي هذول اثنين هان وعندي هذول الأربعة فأنا هيك صغرت الكونفيجن ماتريكس جيت حكيت خلاص أنا باجي بطلع كل الحسابات الباقي بالنسبة لنوبول. طيب الآن دا أجي على كلاس ليبل اللي بعده باجي هنا اللي هو الوايد versus all اللي هي الوايد هاي versus الباقيات. فهنا الوايد باجي بكتب هنا هاي العشرة هان عندي تمام وهنا حيكون عندي الكلاس الباقي اللي هنا عندي حيكون عشرة وهنا عندي 303 وهنا عندي 12 هاي 12 اللي هي عبارة عن هاي وهاي وهنا عندي 10 عبارة عن هذول الاثنين اللي تحت وهنا عندي ما تبقى اللي هم 270 زائد باقي الداتا اللي عندي 90 95 و8 303 طيب الآن بروح للي بعده اللي هو هنا آخر واحد الريجولر نفس الطريقة هنا الريجولر كلاس ليبل الريجولر والأدرز فأنا هنا حيكون عندي هاي 270 وكل واحدة ما تبقى منها هنا حيكون عندي 270 تحتها 30 اللي هم 20 والعشرة وهنا حيكون عندي 25 وتحت اللي هنا يكون عندي العشرة وهنا حيكون عندي الخمسة وعشرين هاي العشرة وهنا حيكون عندي الخمسة وعشرين اللي هم هذول طيب إذا هذه الماكرو باجي بحول الكونفيجن ماتريكس بالطريقة هاي لا إذا كانها تو كلاس ليفل كونفيجن ماتريكس وباجي باجي عند الريكول مثلا باجي بطلع الريكول لهم كلهم هاي الريكول 8 زائد اوفر اول وهنا 10 زائد اوفر اول الريكول هنا 270 زائد اوفر اول وبعمل افريجنج لهم 90 نص 53 وبحكي الافرج هو يساوي 0.64 فاذا هذه ماكرو افريج ريكول راح اطلعه بهاي الطريقه الآن باج نيكست اللي عندي اللي هو المايكرو مختلف شوي compute confusion matrix after collecting decisions for all classes and then evaluate فهنا شو بيعمل احنا هنا طلعنا ال confusion matrices هاي 8 25 7 95 هذول الثلاثة اللي أنا طلعتهم قبل شوي شو باجي بعمل فيهم؟ هو بالماكرو عمل طلع الريكول عمل افريجنج لهم كلهم صح؟ هنا بالمايكرو بيجي برد بيجمعهم في 1 كونفيجن ماتريكس بيجي بحكي لي هاي 270 وال10 وال8 288 وهنا اجمع لي ال10 وال12 وال25 مع بعضها 47 وهاي اجمع لي هاي وهاي وهاي حساوي 623 وجمع لي الباقي هي 47 وهنا تعال طلع لي الريكول الكونفيجن ماتريكس هاي واللي تساوي تقريبا 86 هاي طريقه ثانيه اني انا بحسب فيها الريكول طبعا في بعض الطرق بيضيفوا لها ويت اللي هي ويتد افريج ريكول اللي هو قبل ما يطلع الافريج بيجي بيضيف ويت لكل وحده فيهم هاي بالنسبه لل هذا بالنسبه للماكرو افريج doesn't take class imbalance into account weighted average similar to macro averaging but takes weight mean instead where weight for each class is total number of data point of that class فهنا ممكن نضيف افريج بالنسبه للطريقه هاي الاولى هاي اللي هي الماكرو
انه قبل انا قبل اخذ الافرج على طول، انا اخذت الافرج على طول، بحكي لي قبل ما تاخذ الافرج على طول ضيف ويت لكل وحده فيهم، كل وحده الويت اللي لها بعدد السامبل اللي لها، انا ضيف لي عدد مضروب في عدد السامبل، هنا مضروب في عدد السامبل، هاي مضروبه بعدد السامبل اللي لها، واحسب الافرج اللي هما هم 15 20 300 320 و15. فهنا هاي طريقه ثانيه اني اعمل لهم ويت في حال لو كان الكلاس عندي مش بالانس. هذا هو بالنسبه لليوم. بالنسبه لل يعني هذا موضوع هاي الكونفيجر ماتريكس والمودل ايفالويشن. ضل في عندنا توبكس صغير يعني المقطع المحاضره الجاي اللي هو المودل سيلكشن برضو انا مور مودل او الهايبر باراميتر، مودل سيلكشن مع هايبر باراميتر، كيف اعمل هايبر باراميتر تيونينج للداتا اللي عندي.